الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وبعد. طيب الآن سنفترض، طبعا أول شيء نحن نتعامل مع هذه الوثيقة المسماة بالعهد الجديد أو حتى العهد القديم أو حتى المزامير، نحن لا نؤمن بها. وحين نتعامل بها فإننا نتعامل مع القوم بالكتاب الذي يعتقدونه ونحن لا نعتقد به. أنت تقدم لي وثيقة تقول لي هذه الوثيقة أنا أؤمن بها، أنا أناقشك من وثيقتك. فإذا في أمور يعني قد لا أكون أنا موافقا عليها لأني أصلا مش معترف بكل الوثيقة، لكن لن نغلق النقاش بهذه الطريقة. سنفترض أنه بالفعل هذا الكتاب كل ما يقوله عن المسيح عليه الصلاة والسلام كان نقلا صحيحا. طيب ماشي، إذن المسيح أخبر بأنه سيتعرض لمؤامرة وأنه في اليوم الثالث يقوم. هل المسيح عليه الصلاة والسلام عندما أخبر تلاميذه بما أخبره الله تبارك وتعالى سأتعرض لمؤامرة وفي اليوم الثالث أقوم، مع أنه عندما تقرأ في الأناجيل تقول أما التلاميذ فلم يفهموا شيئا، التلاميذ ما كانوا يفهموا المسيح عليه الصلاة والسلام ما يفهمه المسيحيون اليوم. لكن نقول الذي كان أن الله أخبر المسيح بالمؤامرة والمسيح أخبر أتباعه بالمؤامرة، لكن ماذا فعل المسيح بعدها؟ هل استسلم لهذه المؤامرة وانتظر اللحظة التي يأخذونه فيها إلى الموت؟ لا، المسيح ذهب إلى بستان جثماني وجلس يدعو الله تبارك وتعالى بحرارة. لماذا كان يدعو الله؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل يستجيب له، وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. فكان يعلم أنه بالإمكان أن يتخلف قدر الله بقدر آخر، لأن قدر الله عليه الصلب فإنه يدعو الله أن يغير قدره فيكون قدر جديد، القدر الجديد هو نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام. فكون أن الله عز وجل قال له بأنك ستصلب لا يعني بالضرورة أنه ينبغي أن يصلب، وإلا ما الفائدة أن يذهب المسيح ويدعو؟ إذا كان لا بد ولا ريب أن يتنفذ ذاك الذي طلبه الله أو الذي قاله الله عز وجل، ما الفائدة من الدعاء؟ إذا المسيح كان يعبث، حاشا للمسيح أن يعبث، لا، المسيح كان يعلم أن الله قدر عليه الموت والقتل، لكن إذا دعا الله عز وجل فإن الله يقدر قدرا جديدا أو ينجز قدرا قديما جديدا. إن الدعاء والقدر ليعتلجان إلى يوم القيامة فيسبق الدعاء القدر. وهذا الحقيقة له شواهد في العهد القديم، يعني مثلا عندما بيحكي عن الملك حزقيا سفر الملوك الأول، أو خلينا نبدأ بسفر إشعياء 38. سفر إشعياء 38 بيحكي عن الملك حزقيا، أخبره الله أنه سيموت فلم يستسلم للموت، دعا الله، صار يدعو الله عز وجل، فغير الله قدره بقدر جديد وأخره 15 سنة. في تلك الأيام مرض حزقيا للموت، فجاء إليه إشعياء بن آموص النبي وقال له هكذا يقول الرب أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش، خلاص ما في فائدة أنت حتموت. فهو الراجل ما استسلم، هذا الله يخبره بأنه سيموت على لسان نبي، ماذا فعل؟ لم يستسلم للموت، ولا ووجهه إلى الحائط وجلس يدعو. فوجه حزقيا وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب وقال آهن يا رب، اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم، يذكر طاعاته التي أطاع الله بها، وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما، يذكرني هذا ببكاء المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. هذا الدعاء الحار قبله الله من حزقيا أم لم يقبله؟ قبله، لقد قبله وأعطاه حياة جديدة 15 سنة. لما يقبل من حزقيا ولا يقبل من المسيح؟ هل الله يقبل الدعاء من المسيح؟ بالطبع، إذا كان قبل من حزقيا وهو ملك من ملوك بني إسرائيل ألا يقبل من مسيح الله تبارك وتعالى الذي نقول عنه بأنه نبي ويقولون عنه بأنه إله؟ يقول سفر إشعياء 38 فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك. كان أخبره أنه سيموت، الآن الله عز وجل سيغير أمره بأمر جديد. ها أنا ذا أضيف إلى أيامك
15 سنة، 15 سنة كان أخبره أنه سيموت، والآن يزيد 15 سنة. ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة. إذن عندما يقدر الله قدرا فإن هذا القدر من الممكن أن يرفع، فعندما يخبر الله المسيح أنه سيصلب من الممكن أن يرفع، بدليل أن المسيح دعا الله عز وجل، بدليل أن حزقيا أخبر بقدر الله فدعا الله فتغير قدر الله إلى قدر آخر. ومثل هذا بالضبط حصل مع الملك آخاب الذي أراد الله عز وجل عقوبته في الملوك الأول 21 على 19، فاتضع إلى الله وتواضع له وعبده وتذلل بين يديه فعفى الله عنه، فعفى الله عنه. إذن عندما يخبر الله بقدر فمن الممكن أن يتغير هذا القدر. الحقيقة هذا ما حصل مع المسيح عليه الصلاة والسلام، لو صح بأنه قال لتلاميذه بأنه سيصلب، لو صح هذا فإن المسيح عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى واستجاب الله دعاءه. كثيرون أولئك الذين استجاب لهم الله عز وجل، منهم في العهد القديم ومنهم في العهد الجديد، لما يكون المسيح أقل من هؤلاء كلهم؟ مثلا في دانيال 3 الذين ألقوا في النار، 3 ألقاهم الملك في النار، فماذا حصل؟ دعوا الله تبارك وتعالى في ذلك الكرب فالله عز وجل استجاب لهم. لم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسرابيلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم، حتى الدخان ما آدم. هم وضعوا في النار، رغم أنهم وضعوا في النار. ليش؟ لأنهم دعوا الله تبارك وتعالى. في أعمال الرسل 12 على 7 بيحكي عن بطرس عندما جاء ملاك من الله تبارك وتعالى ودخل إلى سجنه وحطم السلاسل وبطرس نائم. بطرس هو نائم، إذا الملاك يدخل إلى داخل السجن ويحطم سلاسله ويخرجه من السجن. طيب يا جماعة، من أولى برحمة الله تبارك وتعالى؟ بطرس وهو عبد خاطئ، أم المسيح الذي تقولون بأنه بلا خطيئة بل تقولون بأنه الله سبحانه وتعالى؟ من أولى بهذه العناية؟ من أولى بهذه الرعاية؟ لا ريب أن المسيح أولى، فهو أعظم عند الله من بطرس. أيضا بولس في سفر أعمال الرسل 16 على 26 يحكي لنا لوقا في هذا السفر أن بولس عندما كان في السجن تصدع السجن، تزلزلت الأرض، تحطمت القيود، انفتحت الأبواب، وهرب بولس وصاحبه سيلة من سجنهما. لماذا يعين الله بولس الذي لم يرى المسيح، ولا يعين المسيح الذي تزعمون بأنه الله تبارك وتعالى؟ لما؟ أليس هو أولى من هذا، أولى من بطرس وأولى من بولس؟ نعم. برعاية الله. يا أخي اسمع ماذا يقول المسيح عن نفسه، يوحنا 8 على 9، والذي أرسلني هو معي. الله معه، ومن كان الله معه فإنه منصور، فإنه منصور. وترى في مكان آخر يقول أنا غلبت العالم، ثقوا أني أنا غلبت العالم. الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. دائما أنا أفعل حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى، لم يتخلى عنه الله، لقد أنجاه. نعم. الله تبارك وتعالى. يعني حضرتك عايز تقول أن لما المسيح قال للتلاميذ أنه سيقتل وسيصلب وسيقوم من بعد 3 أيام، هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيصلب، وبدأ قال للتلاميذ بناء على الأمر اللي أخده أو البشارة اللي أخده من الله سبحانه وتعالى، قبل أن يغير الله سبحانه وتعالى قدره بناء على دعاء المسيح بقدر آخر. نعم. هذا أيضا يا دكتور منقذ يذكرنا بقصة إبراهيم، النبي إبراهيم في العهد القديم مع ابنه إسحاق. الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ابنه طبقا للعهد القديم، فعلا سيدنا إبراهيم راح عد العدة وخد ابنه وراح على جبل المورية وراح خلاص هيذبح ابنه، ولكن الله سبحانه وتعالى غير هذا القدر بقدر آخر. فلو كان واحد معاصر لهذه الواقعة هيشوف أن سيدنا إبراهيم لو كان سأله رايح فين يا إبراهيم النبي، رايح فين أنت وإسحاق، يقول له أنا رايح أذبحه وأقر بذلك، مش هيقول له أنا رايح أذبحه بعدين الله، لا هو ما كان يعرف، هيقول له أنا رايح أذبحه. إذن حتى هذه اللحظة ولغاية لما وضع ابنه على المذبح كان خلاص سيدنا إبراهيم طبقا لكتاب النصارى مقر ويعترف وينوي أنه سيذبح
بالفعل ابنه إسحاق، ولكن لم يكن ذلك وتغير. كذلك المسيح عندما أخبر التلاميذ أنه سيصلب وسيقتل وسيقوم في اليوم الثالث من الأموات، كان ذلك قبل أن يغير الله سبحانه وتعالى قدره بقدر آخر بناء على دعاء المسيح عليه السلام. ولكن يا دكتور منقذ، هل هناك نبوءات في العهد الجديد على لسان المسيح يعني تنبئ أو تشير أنه سينجو من الصلب؟ وكتبت العهد الجديد متيقنين بأن المسيح قد صلب، وبيقولوا هذا بصراحة. نعم. لكن أنت لو تتبع أقوال المسيح في هذه الكتب ترى إشارات غريبة. إذا كان المسيح قال هذا الكلام ينبغي أن نتوقف معه، ولو لم يفهمه متى ومرقص على مراد المسيح. مثلا لما يوحنا حكينا في 7:32، فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. متى تحقق هذا؟ متى جاءوا يطلبون المسيح فلم يجدوه؟ إذا أنتم تقولون بأنهم وجدوا أخذوا صلبوا قتلوا، نعم. طب بعد ما قتلوا كانوا يبحثوا عنه؟ مستحيل. صحيح. إذن هناك وقت سيطلبون المسيح فلا يجدونه. تمام. اليهود فهموا أنه يتحدث أنه سينجو منهم، فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حيث لا نجده؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فهموا أنه سينجو منهم. يعني وين حيروح؟ حيروح عند اليونانيين ويعلم اليونانيين؟ إذن هم فهموا نجاة المسيح من قوله. متى حقق المسيح هذه النبوءة؟ في يوحنا 8:21 أيضا المسيح عليه الصلاة والسلام في مرة أخرى يقول لهم: أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. نعم. أما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم. يا أخي هم بيقولوا أنه المسيح على الصليب قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. صحيح. هنا يقول: تموتون في خطيتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أنتم من أسفل، قال لهم، أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. إنه يشير إلى مكان سيذهب إليه ولا يستطيعون الذهاب إلى هذا المكان، إنه السماوات العلى. أيضا في يوحنا 13 يقول للتلاميذ هذه المرة: يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، أنتوا كمان حتدوروا علي، وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وين هذا المكان؟ إنه السماوات. حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. أيضا نفس الشيء. كمان. وقال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أنت وين رايح؟ أجاب يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، لكنك ستتبعني أخيرا بعد أن يموت. أيضا ستذهب روحه إلى السماء، لكن هناك وقت سيطلبه التلاميذ، يبحث عنه التلاميذ ولا يجده. أنا أسأل: متى تحقق هذا؟ يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني وكما قلت لليهود. متى طلبه التلاميذ فلم يجدوه؟ لا يوجد إلا موضع واحد. لا يوجد أبدا أبدا إلا إذا كان المسيح قد نجأ. إذا هو بيودعهم، هم حسب الموجود بالأناجيل إنه هو ودعهم طلع للسماوات، طب ما حيدوروا عليه، لكن يدوروا عليه لو رفع من غير تحقيق ما ذكرته الأناجيل. نعم. أيضا هناك نص مهم جدا جدا يقول المسيح في يوحنا 16:32: هو ذا ساعة قد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي. فذهب كما يقول مرقس، فتركه الجميع وذهبوا، وتتركوني وحدي. ثم يقول: أنا لست وحدي، لأن الآب معي.
أنا لست وحدي، لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون